رحلة مراسل يوروماكس ميشائيل فيكا بواسطة السكوتا مستمرة ووصلت إلى ولاية تيورينغن الجبلية. وفي الطريق يحظى فيكا بتشجيع البعض ممن تعرفوا عليه على الفيسبوك أو سمعوا عن رحلته الطويلة. ولاية تيورينغن تشكل تحدياً كبيراً لشخص يقوم برحلة طويلة بواسطة السكوتا، وذلك بسبب تضاريسها الصعبة خاصة جبالها العالية. لكن دعم الناس الذي يحظى به مراسلنا في طريقه يعطيه دفعة قوية إلى الأمام. وهكذا وصل فيكا بعد 1096 كيلومتراً إلى قرية نيدادورلا. رغم أنها غير ملفتة للنظر، إلا أن لهذه القرية ميزة خاصة، فهذه البقعة تقع في مركز ألمانيا. إذن بعد أدنى نقطة في ألمانيا قبل عدة أسابيع في شليزفيك هولشتاين، بلغ فيكا نقطة جغرافية رائعة أخرى. لكن كما كانت الحال في أدنى نقطة، تتلبد سماء وسط ألمانيا بغيوم داكنة، غيوم الحسد والضغينة. وهناك بالمناسبة خمسة مواقع أخرى تقع في مركز ألمانيا. هناك إذن ستة مواقع تتنافس على لقب مركز ألمانيا، واحد في ساكسونيا السفلى والآخر في هيسن، وأربعة في تيورينغن، وكل موقع ينافس على هذا اللقب على طريقته. فيكا يرى أن هناك ضرورة ملحة لالتقاط بعض الصور من هذا الموقع الجغرافي المميز، لكن ألمانيا لا تتصدر قائمة أكبر عدد من المواقع المركزية فحسب، بل تقع أيضا في وسط أوروبا، ويحدها تسع دول أوروبية على طول 3757 كيلومترا. مراسل يوروماكس يرغب في معرفة الشعور الذي ينتاب السكان في بلد يقع وسط أوروبا. ما هو شعورك هنا في مركز ألمانيا؟ توقف، لقد أضحكتني. أعيش هنا منذ 60 عاما. أضعت زري. إذن أنا وجدت مركزي من خلال الهدوء والاسترخاء والحياة الثقافية هنا. مركزي هو البقعة الشمسية. عندما رحلنا إلى نيدادورلا قبل حوالي 50 عاما، تأقلمنا بسرعة مع الحياة فيها، ونحن سعيدون هنا. إنه أمر جيد حين تكون شجرة مركزاً لألمانيا، فالطبيعة تساعد الإنسان على الشعور بالهدوء والراحة. خذ، امسك هذا، إنه دافئ جداً. خير الأمور الوسط. للتحقق من مدى استرخاء سكان نيدادورلا، فرشت حصيرة خاصة برياضة اليوغا. المرشحة الأولى اتخذت لها مركزاً، ويبدو أنها وجدت بالفعل مركزها. المرشح الثاني يشعر براحة كبيرة بحيث أنه لا يحتاج حتى إلى الحصيرة. المرشح الثالث يبحث عن مركزه في الانبطاح، ويبدو ذلك فعالاً. وبذا تبين أن نيدادورلا وجدت مركزها الداخلي في وسط ألمانيا التي تقع بدورها في وسط أوروبا. كان هذا يوما جميلا بالنسبة لميشائيل فيكا في مركز ألمانيا، وبالمواقع الدنيا والمركزية المؤثرة التي شاهدها خلال رحلته ازداد حبه لألمانيا، ويبدو أن الألمان يعشقون الأحداث المؤثرة. وهكذا تتواصل الرحلة الأطول على السكوتا عبر التلال المنحدرة في ولاية تيورينغن صعوداً وهبوطاً.